خلونا نبدأ مع حضراتكم. يعني أولا هنعرف تفاصيل أكتر عن كل ما تم، عن تفاصيل كثيرة جدا كانت مرتبطة بوصول بعثة الفريق وتدريباتهم واستعداداتهم للقاء، وأيضا خلال أحداث المباراة والتصريحات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين، وأيضا حتى لحظة نهاية رحلتهم إلى الإمارات وعودتهم اليوم صباح اليوم إلى القاهرة. معنا زميلنا مراسل قناة الأهلي محمد سعيد، وكان هو مرافق للبعثة وكان أيضا متابع ومراسل القناة في الإمارات خلال فترة الاستعداد وخلال فترة مباراة السوبر. زميلنا محمد سعيد مساء الخير، وعايزين نعرف منك كل التفاصيل أو آخر المستجدات الخاصة بكل ما دار على هامش مباراة والاستعداد لمباراة السوبر في الإمارات. مساء الخير عليك زميلي محمد الجندي، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن طبعا عايز أقول لك رحلة العودة كانت رحلة شاقة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي، ليست لطول المسافة أو التحرك في مسافات او وقت زمني بعيد، ولكن لعدم وجود وقت كافي بعد مباراه الاهلي والمصري في مباراه السوبر والتحرك مباشره الى الاستاد. انا عايز اقول لك الفريق بمجرد ان وصل لفندق الاقامه كانت محدود حوالي الساعه 11 ونص 12 في منتصف الليل، بعدها بالظبط باربع ساعات كان الموعد للتجمع للفريق في فندق الاقامه حتى يتحرك الى من مدينة العين إلى مطار أبو ظبي الدولي استعدادا للسفر والعودة إلى القاهرة. فبالتالي كانت الوقت ضيق جدا، يعني معظم اللاعبين حتى ما خدوش فرصة كافية حتى للنوم في الفندق بعد نهاية المباراة. لكن كان في اتفاق بين عدد من اللاعبين طالما يوم السبت النهارده أجازة وراحة سلبية بالنسبة لكل الفريق، وغدا التدريب سيكون عصرا، فكان عدد من اللاعبين استغلوا هذه الأجازة إن هم ينزلوا دبي وبعد كده يقدروا يسافروا من دبي مساء مباشرة إلى القاهرة، يبقى في فرصة حتى إن هم ياخدوا قسط كافي من الراحة والنوم وبعد كده يسافروا بإذن الله من دبي إلى القاهرة. وكابتن سيد كان موافق لعدد من اللاعبين، شريف إكرامي، عبد الله السعيد، عمرو السولية، وليد سليمان. بالإضافة لكده كمان كان الكابتن حسام البدر استغل وجود هنا في الإمارات مع ابنه طبعا عبد الله نجله، فكابتن حسام برضه ايضا يعني استمر مع ابنه ونزل معاه بعد المباراه ان شاء الله، يعني نزل الى دبي ومن دبي على طول سافر. يعني عايز اقول لك ممكن في خلال هذه اللحظات بيستعد لاستقبال الطائره العائده من دبي الى القاهره، خاصه ان في تدريب باذن الله غدا استعدادا لمباراه طلائع الجيش. الكواليس اللي في البعثه تقدر تقولها بعد الوصول لفندق الاقامه ما استمرتش اكتر من حوالي نص ساعه ساعه احتفالات مع الجمهور، لكن الجهاز الفني واللاعبين على طول تقدر تقول فصلوا. يعني مجرد ما وصلوا الفندق واحتفلوا مع الجمهور او التقطوا الصور التذكاريه والتصوير بكاس، هم كانوا فرحانين وسعداء بالفوز وبتحقيق البطوله وهذا الانجاز الجديد، لكن حسب كلامك كانوا مرهقين جدا من طول الارتباطات او كثره الارتباطات الفتره اللي فاتت. ده حقيقي، يعني ما كانش في وقت حتى ان هم يحتفلوا بالمساحه الوقت الكافي حتى مع الجمهور، حتى الجمهور نفسه استغرب ان الفريق مجرد ما وصل لفندق الاقامه ما قعدش اكتر من حوالي نص ساعه ساعه تحت في بهو الفندق وعلى طول صعد الغرف. واللي قدر من الجماهير انه يقدر حتى يطلع للغرف ياخد التقاط صور تذكاريه شعر بحاله الجهاز وشعر بحاله اللاعبين، لدرجه ان حتى البعض يعني اشفق بشكل كبير جدا على حاله البعثه نتيجه هذه الضغوط والمباريات المتتاليه والوقت غير الكافي. لكن الفريق يعني خلاص يعني وصل وخد حوالي ساعتين ثلاثه قدر كافي داخل فندق الاقامه وتحرك الى مطار ابو ظبي. لما وصلنا مطار ابو ظبي الاجراءات بصراحه يعني شق كامل للجانب الاماراتي على انهاء اجراءات البعثه بشكل كبير جدا، البعثه ما استمرتش في الاجراءات حوالي اكثر من 30 دقيقه داخل مطار ابو ظبي، وعلى طول استقالت الطائره اللي تحركت في حدود حوالي الساعة 7:30 صباحا بتوقيت القاهرة، والرحلة استمرت بالظبط حوالي أربع ساعات. سيرة الرحلة داخل الطائرة، إذا كنت بتتكلم مثلا عملوا إيه اللاعبين؟ كان ردود أفعالهم يعني هل كانوا خلاص في حالة إرهاق كامل وناموا خلال الرحلة على الطيارة، ولا كانوا لسه بيتكلموا مع بعض عن المباراة وبيحتفلوا بشكل أو آخر بالفوز بالبطولة؟ وفي نفس الوقت أهم التعليقات اللي سمعتها من الجهاز الفني، أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، أو من بعض نجوم ولاعبي الفريق وأنت مصاحب لهم في هذه الرحلة؟ خلال رحلة العودة على الطيارة يمكن أطراف الحديث كان من بعض اللاعبين، لو تلاحظ حتى زميلي محمد بعض من المجموعة اللي لم تشارك في هذه المباراة هي اللي كان واضح عليها يعني إن هي فايقة شوية على الطيارة، متواجدة بتتكلم رايحة جاية،
في مجموعه كانت فضلت في اماكنها. يمكن اطراف الحديث عدد من اللاعبين، انا يعني انا كنت قريب جدا من نيدو جابر ومحمد هاني وسعد سمير وباسم علي، لدرجه ان حتى سعد سمير مجرد ما صعد للطياره على طول نام، يعني ما لحقش يتكلم مع حد. وبعد حتى ما فاق وخلاص فقرب من الوصول لمطار القاهره، قال ده انا يعني اذا كان باسم علي اللي ما شاركش في ال 90 دقيقه حس ان هو مجهد وتعبان، امال احنا نعمل ايه اللي احنا لعبنا حوالي 120 دقيقه. لا الـ 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 البعض كان ملتزم بمقاعده في الطائره، البعض تحرك، بس بتتكلم في حدود اول ساعه بس من اطلاع الطائره من مطار ابو ظبي، لكن بمجرد الوصول الجميع كان بسرعه عايز يلحق يستغل فرصه اليوم الاجازه النهارده السبت، اللي يزور اسرته، اللي يسافر الى اسرته، اللي يكون يتواجد في منزله عشان يستغل هذه الراحه خاصه بعد الفتره. هي الراحه السلبيه اللي حددها الجهاز الفني مدتها قد ايه؟ 24 ساعه. 24 ساعه ويبداوا يستأنفوا التدريبات غدا، عصر غدا مباشره، لان الجهاز الفني كلم مقوله انا يعني كذا مره سمعتها امبارح والنهارده الصبح كل ما بتكلم مع الجهاز الفني، قفلنا الصفحه بمجرد ما انتهت المباراه ومجرد ما وصلنا الفندق او ركبنا الطياره، خلاص هنبدا نستعد لمباراه طلائع الجيش. والجهاز الفني على فكره شايف مباراه طلائع الجيش صعبه جدا لحاجتين، ان الفريق في نشوه فوز على الزمالك ونشوه فوز ببطوله السوبر، فعايز يقفل على الفريق بشكل جيد جدا عشان او الجهاز الفني بيبقى بيفكر في الحالات المشابهه ازاي يرجع اللاعبين بسرعه لتركيزهم، لرجوعهم لصعوبة المنافسة في الدوري في البطولة المحلية، وان هم يقدروا يفصلوا بقى سريعا عن التفكير في المباريات اللي فاتت. بالظبط، ده كان جزء مهم جدا. والجزء الثاني ما ننساش ان فريق طلائع الجيش من الفرق اللي تعادلت مع الاهلي في اولى مباريات الدوري هذا الموسم، كانت مباراة عصيبة وصعبة جدا، فالجهاز الفني شايف انها هتبقى مباراة صعبة ومحتاج يكسب ومحتاج يستمر في الصدارة، لان فقدان اي نقاط هيتساوى مع الاسماعيلي خلال المرحلة القادمة. لكن في حاجة لفتت انتباهي زميلي محمد عايز اقول لك عليها برضه عشان ما ننساهاش، الفريق وهو بيتحرك خلاص من فندق الاقامه ورايح المطار، الفريق ساب تيشيرت تذكار لفندق الاقامه، وكل اللاعبين بالجهاز الفني مضى على تيشيرت، والتيشيرت نفسه اتحط في متحف الفندق، يعني متحف الفندق بيتعمد ان هو لما اي فريق رياضي بيتواجد بيسيب التيشيرت الخاص بيه. وانا لما دخلت هذا المتحف في اليوم اللي قبليه لقيت بعض التيشيرتات لبعض الانديه والمنتخبات العربيه، فكان شيء بصراحه يعني كنت فخور بيه ان تيشيرت النادي الاهلي سيتواجد في هذا المتحف، لان حرص اداره الفندق على ان تاخد تيشيرت رسمي من الفريق، ان يبقى فيه تذكار من كل رحله لاي بعثه رياضيه او فريق كره قدم يعني بيقيم في هذا الفندق. هي فكره جميله فعلا، ولفته كمان جميله من الفريق ان هو يكون حريص على ده، يعني كنوع من التقدير او كلفته مرتبطه باحداث اللقاء والبطوله، زي ما قلنا التقدير بلا حدود طبعا للاشقاء في الامارات على كافه المستويات، الاستضافه والتنظيم وكل ما يتعلق زي ما قلت دلوقتي واحنا سمعناك تسهيل مهمه البعثه يعني ذهابا وعوده من الامارات، يعني كل الامور تستحق طبعا كل الاشاده والتقدير بالتاكيد. ده حقيقي زميلي محمد، يعني بصراحه المشهد كان ممتاز جدا في جميع النواحي، النواحي التنظيميه الاداريه الفنيه والجماهيريه، المشهد الجماهيري ده بصراحه جميل جدا، ولا يتبقى بس سوى فقط ازاي اننا نستغل وجود الجمهور اللي بيكون مصاحب للبعثه في كل يوم او حتى بعد الاهلي ما بيكسب اي بطوله، ازاي كنواحي تسويقيه او كنواحي جماهيريه ازاي نستفيد بهذا المشهد بعد كل مباراه، تحديدا في اي مباريات تتلعب في الخليج، لكن في الامارات تحديدا الجمهور اللي تشوفه امبارح في الاوتيل مشهد بصراحه يعني بجد، لا جمهور عظيم جدا بيكون جاي من مسافات بعيده، وانك تفضل قاعد مع الفريق لغايه الساعه 12 والساعه 2 في صباح اليوم التالي وعندك شغل، يعني ثاني يوم كان عندهم زي ما بيقولوا هناك باللغه الدارجه دوام، يعني ثاني يوم عند شغل بالظبط بعد ثلاث اربع ساعات ويفضل موجود مع الفريق، فده حاجه بجد تدعو للفخر وحب الجمهور ده للفريق لمسته على وده ده المعتاد، ده المعتاد دايما من جمهور النادي الاهلي داخل او خارج مصر، ومؤازرتهم وحبهم للفريق بلا حدود، والصوره اللي شفناها الصوره الجميله الراقيه اللي شفناها في استاد هزاع بن زايد في الامارات ان شاء الله تتكرر قريبا ونشوفها بشكل رائع وباعداد اكبر في الاستادات المصريه كمان في الفتره اللي جايه مع عوده تدريجيا ان شاء الله الجماهير للمدرجات، ولكن مع تمنياتنا بوجود وعي كامل وقدره كامله على الاستمتاع بالاحداث الرياضيه وفي مقدمتها طبعا بطولات ومباريات النادي الاهلي بشكل يشجع الدوله كمان على انها يعني تسارع بالإجراءات الخاصة بعودة الجماهير مكتملة وملء المدرجات في الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله زميلي محمد. لكن الحمد لله الرحلة كانت جيدة بالنسبة للفريق على جميع المستويات، والفريق وصل الحمد لله النهاردة صباحا، وبكرة يبدأ الاستعداد لطلوع الجيش، وانت على الطيارة كمان أنا كنت لاحظت إن كان الجهاز الطبي بيعمل بعض الإجراءات اللي فيها ريكفري أو استشفاء العدد من اللاعبين عشان يبقى الوقت ضيق جدا
بين المباراه والاخرى، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على استعاده الجاهزيه باذن الله لمباراه الدوري ومباراه طلائع الجيش يوم الثلاث باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا على المشاركه معنا زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي، شكرا جزيلا لك.